أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز بالحلف بصفة من صفات الله مثل حول الله ورحمة الله؟ إيه نعم، كل صفات الله يجوز الحلف بها، لأنه إذا حلف بصفة من صفات الله فهو إنما حلف بالله عز وجل. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، فإذا كان الاستعاذة بكلمات الله التامات مشروعة فكذلك الحلف بها، وهو تعظيم لله عز وجل. نعم.